إذن لمناقشة ما ورد في هذا التقرير ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الدكتور صباح المختار. دكتور صباح، مرحبا بكم. يعني نبدأ من إحصائيات الاتحاد الأوروبي، هناك تزايد كبير للمهاجرين غير الشرعيين من العراقيين، طبعا تأتي ذلك كما تعرفون وأنتم تعيشون في المملكة المتحدة، هناك تزايد طلبات العراقيين للجوء إلى الخارج. ما الذي يدفع العراقيين لطلب اللجوء دكتور صباح؟ أظن أنه يجب يعني بدءا يجب أن نفرق بين طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين. نعم. يعني من الذين يأتون تهريب أو الذين يطلبون اللجوء بعد أن يصلوا إلى بريطانيا أو إلى أي دولة أوروبية. لكوننا عراقيين من الطبيعي أن يهمنا الشأن العراقي، ولكن أنا يعني أدعو إلى أن نفهم هذا الموضوع ضمن السياق العام. أوروبا شهدت ما يقارب 4 ملايين مهاجر غير شرعي بالسنة الماضية، بحيث أن الحكومات شعرت بالوطأة الكبيرة من وجود هذه الأعداد الكبيرة، لأنها تؤثر على توفر السكن والمواصلات العامة والبنية التحتية والتعليم والطب إلى آخره. لذلك هذه الدول بدأت منذ حوالي سنة 2020 وقبل ذلك بإبعاد ما تستطيع إبعاده. أبعدت مثلا في عام 22 أبعدت تقريبا 100,000 شخص الذين قدموا من الخارج. نعم. فرنسا أبعدت 33,000، اليونان حوالي 9,000، ألمانيا حوالي 9,000، إيطاليا 6,000، السويد 2000. المشكلة أن هؤلاء المبعدين يأتون من دول مختلفة، فمثلا أغلب اللاجئين أو الذين يبعدون من اليونان هم من ألبانيا أو من جورجيا أو من روسيا أو من الأتراك، وفي إيطاليا الغالبية هم جزائريين ومغاربة ومن ألبانيا والباكستان إلى آخره. هذه الصورة العامة، لكن لماذا يغادر هؤلاء البشر دولهم؟ طبعا هناك أولا الاضطهاد، ثانيا هناك الصعوبات في الحياة، ثالثا هناك الأوضاع الاقتصادية المتردية. هذه تشمل كل اللاجئين، لكن على وجه الخصوص بالنسبة للعراقيين الوضع السياسي في العراق لا يسمح للإنسان العادي أن يعيش بطريقة معقولة. هناك إساءة، هناك سرقات، هناك تعدي، هناك عدم أمن، هناك نقص في الخدمات الطبية والصحية إلى آخره. لذلك هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه الدول، حتى بما فيها بالمناسبة حينما نتحدث عن العراق ليس فقط من العراق العرب، وإنما من كردستان هناك أعداد كبيرة تأخذ هذه المخاطر لمغادرة كردستان، لأن الأوضاع في كردستان تبدو أفضل مما هي في بقية العراق، ولكن أيضا هناك نفس الظلم والضغط والفساد وإلى آخره. هذه المشكلة، لأن الوضع العراقي هو وضع سيء جدا من كل الناحية. أنا في تصوري أن الوضع في العراق هو أسوأ مما هو في سوريا، أسوأ مما هو في كردستان وإيران. دكتور صباح، تتفاقم أزمة المهاجرين العراقيين في ظل مطاردات حرس الحدود والشرطة الأوروبية، وهناك أنباء تتحدث عن تم القبض على أكبر شبكة لتهريب البشر معظمها من العراقيين، ولكن لماذا تستمر الأزمة من دون حل جذري من قبل الحكومة في بغداد؟ أولا الحل ليس في بغداد، بغداد ليس هناك حكومة، بغداد فيها عدم سيادة قانون، هناك ميليشيات وهناك قتل على الهوية وهناك كل الأشياء التي يعاني منها العراقي. هذه هي التي تدفع هؤلاء الناس لتحمل هذه الصعوبات. هذا فيما يتعلق بالتهريب المهاجرين غير الشرعيين. لكن بالنسبة لطالبي اللجوء، في كثير أيضا من العراقيين الذين يصلون إلى الدول الأوروبية بجواز وبفيزا سواء كان من العراق أو الدول الأخرى ويطلب اللجوء هناك، المعاملة تختلف بين الطرفين. أما فيما يتعلق بإعادة هؤلاء الناس إلى دوله، أوروبا تحاول أن تعيد أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين.
وأيضا تريد إعادة عدد أكبر ما يمكن من طالبي اللجوء، وهذا يشمل بالنسبة للعراقيين يشمله. أما فيما يتعلق بشبكة تهريب البشر التي كان فيها العدد الرئيسي هم عراقيين، هذا ينطبق فقط على بحر الشمال وعلى بريطانيا، أي أن هذه العصابة التي تتاجر بالبشر تنقل البشر من أما من بلجيكا أو من فرنسا عبر بحر المانش أو بحر الشمال إلى بريطانيا. هذه العصابة وجد أن فيها أغلب العراقيين، لكن العصابات الأخرى فيها من كل الدول ومن كل المناطق. طيب دكتور صباح، وجود أعداد كبيرة من اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين من العراقيين، هل يحرج حكومة السوداني أمام المجتمع الأوروبي أو المجتمع الدولي، خاصة وهو يتحدث عن وجود استقرار سياسي وأمني واقتصادي في العراق؟ أنا أشك أن الحكومة في العراق، سواء كان حكومة السوداني أو ما سبق من رؤساء الوزراء، يهمهم رأي العالم فيهم. بالنسبة إلى هذه الحكومات، أولا لا يهمها رأي العالم، وقد لا تعلم ما هو رأي الدول الأخرى بالعراق، لأن الدول الأخرى تتعامل مع الحكومة العراقية لأنه هذه اللي هي الحكومة اللي موجودة، كونها تحكمها ميليشيات، لا يحكمها وزراء، ما عندها رئيس برلمان، القضاء غير مستقل. بالنسبة لهذه الدول، يعني الدول الأوروبية، لا يهمها كثيرا. لكن بالنسبة للحكومة العراقية، أنا لا أظن أن الأمر يحرجها، أو حتى هناك مهجرين في داخل العراق يتجاوزون المهجرين خارج العراق، والحكومة لا تزال لا تعمل شيء، لا تعيد الناس إلى أماكنهم، لا تسمح لهم للرجوع. هناك مناطق أخذت الميليشيات وخرجت عن أهلها، وحتى في العاصمة بغداد الآن بالوضع السائد وتبييض الأموال وبدء شراء العقارات وشراء الأبنية من قبل الذين سرقوا من الحكومة، هذا كله بالنسبة للحكومات. الحكومة أصلاً، أنا حقيقة نحن نتحدث عن حكومة السوداني، ولكني لست واثقاً ما هي الحكومة، لأنه كل وزير يعود إلى ميليشيا وكل وزير يشتغل الحالة، لا حد يسمع الحكومة. ورأينا أكثر من موضوع الميليشيات والاتفاقية الأمن الأمريكية، الحكومة العراقية تقول أنها تفاوض الأمريكان، قالوا لهم أبداً شيء خروج ما في، لكن نفس الوقت الحكومة غير قادرة على سيطرة الميليشيات، وبالتالي أي حكومة نتحدث عليها أنا ما أعرف حقيقة. دكتور، هنا في هذا السياق، ما المطلوب من حكومة بغداد كي تحد من الهجرة أو اللجوء؟ بالنسبة طبعا نحن نتحدث عن العراقيين، ما المطلوب منها؟ والله يا أخي لا أظن أن الحكومة تستطيع معالجة الأمر. الحكومة تحتاج أولا أن تكون حكومة، أن هناك نوع من القانون، أن هناك نوع من الأمان، أن يكون هناك سرقات أقل. يعني لا يوجد بلد في العالم فيه انتهاك للمال العام كما هو شأن العراق، لا في أفغانستان ولا في الصومال ولا في أي مكان بالعالم. هذه الأمور كلها بحاجة إلى أن يتم معالجتها، كي يبدأ العراقي يشعر أنه يعني عنده شيء بهالبلد هذا. أما إذا كان ما يعرف إذا ابنه خرج سيعود ولا لا، وما يعرف إذا هو يقتل بسوق مريدي ولا ما يقتل، هذه هي الأسباب. الحكومة غير مهتمة بهذا. السوداني يريد أن يظهر نفسه كما لو كان أنه رئيس وزراء يختلف عن بقية رؤساء الوزراء. أنا من متابعتي للمشاريع التي تعلن عليها الحكومة السوداني، من المصافي على الطرق على هذا تحت الأرض مال بغداد والآخر بين كربلاء والنجف، كلها كلام هواء. وبالتالي الفرد العراقي العادي، الإنسان الذي ليس لديه مشكلة مع أحد، يريد أن يعيش بنوع من الكرامة، يريد أن يعيش بنوع من الأمان، يريد أن تتوفر له الخدمات الطبية والتعليم. حينما نرى التعليم اللي في العراق، والله لو أنا أعيش هناك وعندي أطفال، والله مو بس أركب بالسفن، كان أمشي على رجلي أطلع من البلد. عبر سكاي من لندن، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، الدكتور صباح المختار، شكرا جزيلا لكم.